الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. امبارح كنت اتكلمت عن زياره المريض وتاثيرها الايجابي عليه، انما في نقطه انا ما وقفتش عندها الحقيقه، عايزه اقف عندها بقى النهارده. عاوزه اعرف مين اللي عمل تقليد انه الناس تاخد شوكولاته للمريض وهم بيزوروه. الحقيقه بحثت كتير بس ما عرفتش اوصل لحاجه مفيده. فيعني تقريبا هم بتوع سويسرا، منبع الشوكولاته في العالم، هم اللي عملوا التقليد ده، واحنا طبعا وراهم عميان. والحقيقه موضوع الشوكولاته ده ممكن يعني يبسط عند اول وتاني وتالت علبه بتجيلك، انما مثلا لما يجي يزورك، يجي مثلا فضل ونعمه من عند ربنا، يعني ربنا يزيد ويبارك، 50-60 نفر وكلهم مثلا جايبين شوكولاته، فبتبتدي تقلق بقى. يعني هو محل الشوكولاته ده هنعمل بيه ايه؟ يعني هنودي كل الشوكولاته دي فين؟ والحقيقه اول مستفيد من كل الشوكولاته اللي الناس بتشتريها للمرضى دي هم محلات الشوكولاته اللي بيتباروا في اللفات والعلب والاطباق، شيء معرفش فضه وشيء كريستال ومعرفش ايه اللي بتتحط فيها شوكولاته، واللي بتبقى غاليه جدا يعني الحقيقه باسعار مبالغ فيها. وتاني بقى مستفيد بالتاكيد دكاتره الرجيم. انما انا فاكره زمان ايام جدي وجدتي لما كانوا بيعيوا والناس كانت تزورهم، كان ممكن يعني الناس يدخلوا بإزازة كلونيا لافندر كبيرة كده، إزازة الخمس خمسات بتاعت الشبراويشي، وكان الستات ساعات يجيبوا علب مناديل كده، كل علبة فيها ثلاث مناديل مشغول عليها ورد كده شغل يدوي جميل رقيق، ومصان نوم للبيت رقيقة كده لونها بينك فاتح لبني فاتح بركامة دانتيل كده، كانت هدايا لذيذة والله. بالمناسبة واحدة صاحبتي وهي جاية تزورني وداخلة بعلبة الشوكولاتة المتينة، قالت لي انا كنت هجيب لك بيجاما، وبعدين قلت لا مش شيك ادخل عليكي بالبيجاما. قلت لها ليه مالها البيجاما، كانت هتبقى حلوه والله البيجاما، اي تجديد. شجعوا الصناعات الاخرى برضو واعملوا لها رواج، مش كله شوكولاته. الورد كمان من احلى الهدايا اللي بتدخل على الواحد. صحيح في ناس ممكن تشوفه فلوس على الفاضي، بس الحقيقه لا، بيعمل بهجه للمريض اول ما بيهل عليه كده بألوانه الرباني المبهجة دي، وشكله في البيت بيبقى جميل. على العموم الزيارة بتتقدر بناسها وبقلقهم وبحبهم للمريض، مش بقيمة اللي بيجيبوه. يعني يمكن من أكتر الزيارات اللي فرحت بيها لما صاحبتي جات لي، واحدة صاحبتي أو حبيبتي جات لي متلهوجة وملهوفة عليا، وجات لي يوميها بالليل الساعة 10-11 بالليل، قالت لي أنا ما بقتش فايقة ولا لحقت أجيب لك إيه ولا أعمل إيه وكده. دي كانت قيمتها كبيرة قوي من غير أي حاجة. انما بقى احلى هدايا جات لي، احلى هدايا جات لي، هي ناس كتير عملوها لي، سواء بقى صحابي او اللي بيحبوني في الله، يعني ربنا يحبهم زي ما حبوني كده يا رب. قسيمه صدقه لبنك الشفاء دفعوها بنيه شفائي، وفي نفس الوقت ساعدوا بيها ناس محتاجين يتعالجوا يعني. ودي الحقيقه الفلوس اللي راحت في المكان الصح. وبرضه ناس بقت تبعت لي تقول لي مش عارفه طلعت اكل بنيه صدقه، ويعني الهدايا دي جميله. مش الهدف من المقدمه دي الحقيقه ان انت تجيب حاجه للمريض وانت بتزوره، انما يعني لو لازم يعني تدخل بحاجه، او لو لازم تجامله، او لو لازم تدي له حاجه، دور على المفيد اللي هيفيده، مش الشيء الاغلى او الكلاسي او الاشيك او الجو الطبقات اللي احنا ماشيين بيه في حياتنا. طبعا بشكر كل اللي جابوا لي شوكولاته، ربنا يخليكم كتير قوي، كتير كتير قوي 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 قوي، واللي عايز شوكولاته يجي يتفضل عندنا. بعد الفاصل ميعادنا مع دكتور ماجد زيتون، استشاري التخلص من السمنه، وكلامنا عن الاكلات اللي بتساعد على زياده التركيز. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. الحقيقه مش بس الادويه اللي تساعد، مش الادويه، الاكلات اللي تساعد على التركيز اللي عايزين نتكلم عنها، لا احنا عايزين الاكلات اللي تمنع حدوث مرض العصر زي ما بيقولوا عليه الزهايمر، اللي يعني ناس كتير بيصابوا بيه يعني، ومش عارفين ايه سببه. يعني ايه اللي ممكن حد يوصله انه يبقى يعني ينسى كل الناس اللي حواليه، حتى اقرب الناس ليه، اخواته، امه، ولاده، يعني ازاي
انا مش عارفه. دكتور ماجد زيتون اهلا بحضرتك معانا، منورنا. منورنا اسود بس كل محمد الله على السلامه. الله يسلم نورتي برنامجك ونورتي الساده المشاهدين، وربنا يشفيك ويعافيكي. الله يخليك. وشايفك منوره والله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على السلامه. الله يخليك يا رب. احنا عايزين بقى نرجع جايه بقى النهارده، عايزين نعمل رجيم حلو للناس، لانه كمان حضرتك يعني فرحتني وقلت لي اكتر من حد كلمك خس على رجيم البرنامج. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حاجه تفرح، حاجه تفرح والله يعني في البرنامج. يعني والله زي ما قلت لك، عارفه دعاء يعني احنا دايما كده انا وانت عايزين نقدم رساله للناس. لو رساله فعلا بتنجح وتوصل للناس ده قمه فعلا، يعني مش قمه النجاح، قمه السعاده طبعا. يعني فربنا يبارك يا رب في البرنامج والنيه يعني. كده يا رب نظبطها لله. طيب ايه الاكلات اللي تساعدنا على التركيز وتمنع وصول بعض الناس لموضوع الزهايمر؟ هو الفكره موضوع الزهايمر هو بيحصل نوع من انواع التلف في الخلايا العصبيه، ممكن في جزء جينات طبعا. الفكره كلها بيظهر طبعا مع تقدم السن، مع سن فوق ال 50 وال 60 و 65 والكلام ده. لو ترصيب ماده الالمونيا في الخلايا العصبيه نفسها بيبقى لها تاثير سلبي على ضعف طبعا الذاكره والتركيز والادراك والكلام ده كله، تمام؟ فعشان كده عايزين ننبه الناس ان هم يبعدوا الحاجات اللي هي ماده الالمونيوم ويزيد تركيزها. ماده الالمونيوم دي نسبه موجوده كبيره على مستوى الكره الارضيه، بنلاقيها مثلا موجوده في الكنز مثلا، عارفه انت المشروبات اللي موجوده في الكنز، الكنز دي كلها الومنيوم. عايزين نبعد عنها ماده الالومنيوم، مش عايزه ترصد. الناس اللي بيطبخوا في ورق الفويل، يعني بيحطوا اكلاتهم بيستعملوا الفويل بتاع المطبخ ويحفظوا الاكل ده فيه عشان يحافظ من السخونه، ماده الالومنيوم ممكن تترصد في الخلايا العصبيه في سبب الزهايمر. لقوا برضو عارفه اللي انت الديدرونت اللي هي اللي بيسموها المعطرات اللي بتحط تحت الابط مثلا، لو برضو نخلي بالنا ما يكونش محتوي على ماده الالومنيوم. بيبقى مكتوب طيب نبعدها تماما. ولقوا ان الماده ديت ماده مش سبب كمان حته الزهايمر بالنسبه للسيدات سرطان الثدي. يا ساتر يا رب. ركزوا ماده الالمونيا قدر الامكان نبعد عنها. في بعض المضادات الحيويه برضو نبعد عنها اللي يكون في تركيبها ماده الالمونيوم معايا. فلازم ناخد بالنا من الالمونيوم من الحاجات اللي ممكن تسبب مرض الالزهايمر. في ماده ثانيه برضو اسمها البيتا، مش عايز اخش في كلام علمي قوي عشان برضو ماده اسمها البيتا البيتا كاروتين. ده فيتامين بيتا امايلويد معايا، ده بيزيد تركيزها برضو بتسبب ماده اللي هي الزهايمر، زي الناس اللي عندهم نسبه الانسولين عاليه جدا في الدم، فبتركز ماده البيتا امايلويد اللي هي ممكن تاثر على تسبب مرض الزهايمر. الفكره كلها فرضا لو حصل، احنا عايزين الوقايه برضو خير من العلاج. طبعا عايزين زي ما انت قلت تفضلتي بالسؤال، عايزين نركز على الحاجات اللي تزود كميه الدم اللي واصله للمخ، تحسن الدوره الدمويه، تنشط المخ، توصله اكتر كميه لخلايا المخ من الدم والاكسجين، تمام؟ في حاجه كتيره جدا عامل لكم فقره مادة الكركم من الحاجات المهمة قوي، كمشروب الكركم أو مش كمشروب كعود يعني الكركم. هنقولهم وحضرتك تعلق عليهم. بعد إذن حضرتك أخد شاهيناز. طيب فضل. من السعودية ولا منين؟ ألو من السعودية، أهلا يا شاهيناز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. تحياتي أولا للدكتور ماجد. ألو. أيوة تفضلي. ايوه تحياتي ليك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. انا بس بكلم حضرتك لاني انا عايزه ابلغك يعني حب الجاليه المصريه الموجوده في السعوديه ليكي. انا ما كنتش متخيله كده. انا نزلت بوست للدعاء ليكي بالشفاء، اقسم بالله اللي علقوا عليه من الشوام ومن السودان ومن المغرب، وكميه الناس اللي دعت لك يا دعاء انا مش قادره اوصف لك قد ايه. وكان لازم، لان في امانه انا نزلت كده على كام جروب وقلت لازم ابلغك. وان الله اذا احب عبدا قال للملائكه انا احب فلان. انا والله بحبه الملائكه. الله يكرمك. ثم تنادي الملائكه في اهل الارض ان الله يحب فلان فاحبه. فانت ما تستغربيش، ما تستغربيش الحب بتاع الناس ليك. الحمد لله. دي حاجه ومسؤوليه. دي حاجه. ثانيا رجاء مني بصيلي ايد والدتك، بصيها لي لان هي ادتنا هديه. هي ادتنا هديه والله. يعني هي ادتنا هديه. انا مش هعرف اوفيها اللي عملته معايا والله، وانا تعبانه. ربنا يخليها لي. بالظبط. احنا كنا بندعي لك علشان خاطرها هي، علشان خاطر الست العظيمه. متشكره قوي والله. انتوا بتقولوا لي كلام انا كل يوم ادخل على الهواء ابقى عاجزه. يعني انا اللي بيقولوا لي انت لسانك قد كده وبتعرف تتكلمي، باجي عند الحاجات دي ما بعرفش اقول حاجه. الحمد لله يا رب. حصل ابتلاء بسيط. الحمد لله يا رب. الناس ليك يا دعاء. ده يعني الحمد لله يا رب. الحمد لله. ويا دعاء فعلا انسانه جميله والله يكرمك يا دكتور. جميله ومحترمه و... والله يعني يا جماعه مثال طيب لل... يعني بيقعدوا يقولوا اخجلتم تواضعهم كلام كبير كده ما اعرفش اقوله حاجه يعني. والله بعجز عن الكلام. الحمد لله يا رب. الناس ليك يعني. الحمد لله يا رب. الحمد لله. متشكره قوي مدام زينب.
ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله على الف سلامتك يا قمر. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. انت متخيله؟ بصي بقى معلش انا تاني مكالمه يعني اسلم عليك بس مش هينفع ده احنا مصدقنا لقيناك ولانك رجعتي نورتي الشاشه تاني. الله يسلمك. متخيله احنا كنا قلقانين عليك قد ايه؟ والله العظيم اول ما شفتك ان اختي رجعت تاني الشاشه. الله يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويخلي لك ولادك وتفضلي كده ناجحه يا رب. ومش ما حرمناش من طالتك الحلوه يا مدام دعاء. انت تعرفي احنا بنحبك قد ايه. احنا بصي عارفه انت بتيجي على الشاشه بحس ان اختي صاحبتي مش مذيعه ليا. والله انا بحب الناس من غير يعني ربنا يخليكم. لو طول اروح لكل واحده كده واسلم عليها واحده واحده واعدي عليكم واحد واحد اقول لكم شكرا على كل الدعوات والكلام الحلو ده والله اعملها. متشكره قوي 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 متشكره. ويعني لا تكلفوا نفسكم والله واصلني والله واصلني. وكفايه ان الملائكه بيدعوا لكم يعني بالمثل زي ما بتدعوا لي الملائكه بترد ان شاء الله. طب ندخل بقى في الاكلات يا دكتور كده وحضرتك تعلقي على كل اكله. طيب. يعني فقره المعلومات عندكم على ان هي كتير لان هي كتير ومش هنعرف نعمل لها حصر كده بالكلام نقولها علشان كمان الناس تستفيد وتعرف ايه الحاجه اللي هتزود التركيز وتمنع موضوع في نقطه عايز اقولها بس يا دعاء برضو الفكره كلها برضو حته يهمني قوي طبعا زي ما قلت لك ان سلامه الشرايين من المخ نفسها يعني بس الناس اللي عندهم كوليسترول بيخاف طبعا الكوليسترول بيتوصل على دار الشرايين يعني بتصلوا شرايين معايا فعايزين ادويه الكوليسترول تتظبط مستوى الكوليسترول في الدم يتظبط الاكلات الصحيه اللي تقلل مستوى الكوليسترول يبعد تماما عن المواد الدهنيه والاحماض الدهنيه الزياده والكلام ده كله اللي ممكن ياثر على الكوليسترول تمام يهمني قوي مرضى السكر برضو ان السكر انت عارفه بيأثر على ايه الشرايين نفسها فلازم نظبط مستوى السكر في الدم لازم نزود كميه الدم الواصله فكل ده عايزين الهدف منه ازاي نزود اكبر كميه دم واصله للمخ بحيث تحسن دايما من موضوع الذاكره وتنشيط الذاكره والكلام ده كله فانا محدد لكم فقره معلوماتيه كامله بالنسبه للاكلات او التمام. طيب ناخد الحاجه صفيه قالوا طيب. ان شاء الله طيب. تسال ان شاء الله تسال. اهلا يا حاجه صفيه. ايوه السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يكرمك الحمد لله. والله العظيم انا بدعي لك انا زي والدتك يا حبيبتي ربنا يكرمك. انتي قد ولادي وانا كنت زعلانه جدا عشانك وبدعي لك دعاء ربنا يا رب يتم الشفاء على خير خليك لاولادك يا رب. ما تعرفيش انا كنت بصحى الفجر والله ادعي لك. ربنا يكرمك يا بنتي يا رب. مع السلامه. اروح فين انا بقى؟ حلقه مؤثره دعاء فيعني بس كفايه عرفت حب الناس ليك الحمد لله الحمد لله يا رب. طيب ندخل على الاكلات بعد اذنكم. الاكلات التي تنشط المخ والذاكره وبتساعد على زياده التركيز والوقايه. انتم كاتبينها ولا مش كاتبينها؟ تمام حلو قوي. الكركم يا دكتور تنشيط الذاكره ويمكن اضافته على المخبوزات والرز او على الميه او على العصير او اللبن ويمكن اضافته الى عصير الموز باللبن مع 3 حبات عين جمل بس مهما ضفنا هو هنضيف قد ايه يعني بصي هو الى كوبايه زبادي متقطع عليه ثمر التفاح الفكره كلها ما بتركزي على الكركم مش من مره فيش في يوم يا دعاء يعني بيكون تراكم يعني مثلا لو بتحطي على الرز ممتاز يعني الرز بالكركم لان الكركم ماده فيها كرومين ده اللي هي بتنشط الايه تحسن الدوره الدمويه وبعدين الكركم مش ممتاز بس بالنسبه للذاكره ده مهم قوي للكبد ينظف الكبد من السموم اللي فيه تمام يحسن الدوره الدمويه فده هيبقى بالنسبه له اكله ناجحه جدا بالنسبه للذاكره. طيب اضافه معلقه عسل على ثمره موز وعين جمل مطحون الله تبقى طعمها حلو دي تمام وتناولها صباحا تمام السبانخ والبروكلي والديك الرومي لتنشيط الذاكره وكذلك الشوكولاته تمام عشان ماده اسمها تريبتوفان ايوه بتحسن ماده اسمها السيروتونين من المواد المهمه قوي لتظبيط المزاج وتحسين الذاكره ماده اسمها التريبتوفان اللي موجوده في السبانخ والبروكلي وفي الديك الرومي موجوده في الشوكولاته دي بتحسن حته الادراك وحته الذاكره حلو قوي. معظم الادويه المضاده للاكتئاب وكذلك ادويه الكوليسترول بترفع مستوى الذاكره وتنشطها تمام ماشي معلومه حلوه. لو عايز اي تعليق قولي يعني ماشي. لو عايز تعليق يعني يعني دي معلومه يعني اللي بياخد كده في يعني في ادويه معينه اللي بتضاد الاكتئاب بتحسن ماده السيروتونين برضو اللي بتنشط الذاكره وتحسن الحاله المزاجيه تمام معايا ودايما اعرفي ان ساعات المشاعر السلبيه اللي موجوده عند الواحد او عدم وجود مزاج معتدل او الكلام ده بيأثر على ذاكرته طبعا بالظبط كده ده احنا كلنا تلاقينا نقعد نقول هي طبعا هي هو انا حطيت البتاعه دي فين هو احنا يعني على طول كده تلاقي دماغنا عشان من كتر ما الدنيا فيها حاجات كتير في التنشن والتوتر الموجود والاكتئاب اللي موجود في بعض الناس بيستخدموا ادويه الاكتئاب بتحسن الحاله المزاجيه بالنسبه لهم فبالتالي بتحسن الذاكره. البذور والمكسرات زي القرع العسلي والجوز واللوز والبندق مفيده للمخ والذاكره وتحتوي على فيتامين اي الذي يحفظ خلايا المخ من التلف كمضاد للاكسده وتقي من الاصابه بمرض الزهايمر تمام
ده المكسرات دي يعني الجوكر في الجوكر. كل الحلقات احنا عايزين حاجتين، عايزين حاجه اسمها اوميجا 3 دعاء وعايزين حاجه اسمها فيتامين اي. فيتامين اي من اكتر حاجه مضاد للاكسده، يعني يمنع تلف الخلايا، فانا يهمني احافظ على خلايا المخ من التلف والتركيز العالي في فيتامين اي. الفوليك اسيد وفيتامين بي 6 وبي 12 كالحبوب الكامله والخميره بيره واللحوم والبيض والخضروات الورقيه والقمح والشوفان. نبات الروز ماري من المشروبات الغنيه التي تساعد على تنشيط الوظائف الذهنيه، وكذلك استنشاق رائحة نبات الروز ماري تنشط الذاكرة، وكذلك مشروب الشعير. تمام. مين؟ جينكو ايه؟ جينكو بقى جينكو بايلوبا. دي عبارة عن شجرة معمرة كده بياخدوا منها، دي موجودة حاجة اسمها جينكو بايلوبا، ده بيحسن الدورة الدموية جدا. والكايوتين لمنع التلف. وحاجة اسمها كيوتان كمكمل غذائي. كيوتان دي ادويه يعني موجوده في ادويه؟ لا، بص، مكملات غذائيه يعني موجوده كبسولات هتلاقيها في الصيدليات، ماده اسمها جينكو بايلوبا وحاجه اسمها كيوتان من الحاجات اللي بتحسن الدوره الدمويه لمنع تلف خلايا المخ. دي حاجات امنه يا دكتور؟ طبعا. والاعصاب دي حاجات، دي كلها مكملات غذائيه دعاء، مش مواد كيميكالز. فيتامينات ولتوسيع الشرايين ولضعف السمع والتركيز والادراك، وبيكون في صوره اقراص او حقن. تمام. زيوت السمك والسردين والسلمون والمكريل يجب تناولها لا يقل عن 3 مرات اسبوعيا لاحتوائها الاحماض الدهنيه اوميجا 3 والتي تنشط الذاكره. تمام. الخضروات والفاكهه الملونه التي تحتوي على بيتا كاروتين زي القرع العسلي والجزر. الشاي الاخضر لاحتوائه على مضادات الاكسده. الليكوبين الموجود بالطماطم والبطيخ. الكيروستاتين الموجودة في التوت والعنب الاحمر والبرقوق والفاكهه الغامقه والبصل الاحمر. الاسبرين بيحسن من الدورة الدموية، هنتكلم عنه، ويحافظ على سيولة الدم ويمنع تدهور الذاكرة. المكمل الغذائي كيوتن ده انت كتبته فوق لتقوية الذاكرة والنشاط والحيوي. تمام. كده خلصنا. قولي بقى ايه موضوع الاسبرين ده؟ بصي، هو يفضل بعد سن الـ40. ايوه، بعد شرع الناس يعني اللي هو احنا. ايوه، ياخدوا الاسبرين، بس ياخدوا الاسبرين الحاجه اسمها الكوتد، يبقى مغلف. يعني بخوف الاسبرين ما بتاخديه انه ممكن ياثر على جدار المعده. ففي موجود في الصيدليات اسبرين بيبقى حوالي 100 ملي جرام بتاع شركه الماني، ده بيتاخد حبه يوميا. ميزته ايه بقى بالنسبه لنا؟ يحمي عضله القلب من اي مشاكل. اولا بيعمل سيوله في الدم، فبنخاف ان يعني ناخده كده من غير حاجه. بس خديه بعد الوجبه، يعني خديه مثلا بعد وجبه الغداء مثلا. هو مثلا ريفو والحاجات دي يعني؟ لا مش هلاش الريفو. الريفو يعني عايزين نوع معين برضه عشان افيد الناس الساده المشاهدين. عايزين نوع حاجه اسمها كوتد، يبقى مغلف بماده معينه. ما تعملش الاسبرين على معده فاضيه، ممكن يعمل حموضه في المعده ويعمل لا اللي هو المعدة. يعني زي الكبسولات اللي موجود في الصيدليات يا دعاء، عشان احنا خلاص يعني وظيفتنا في اي برنامج لازم نبلغ رساله صح. هي في شركه الماني مش عارف اسمها، بيبقى كوتد اسبرين موجود في الصيدليات. بيبقى كوتد يعني مغلف. طب وبقوله لي بعد الحلقه ممكن يحطه على الصفحه بتاعتي. تمام. ده فكرته ايه؟ انا سيب بعد سن الـ40 بخاف اكون جلطات، بخاف عايز احمي عضله القلب بتاعتي، عايز احسن الدوره الدمويه معايا. ففكره الاسبرين لو باخد حبه يوميه 100 ملي جرام، انت واخده بالك، بس سيب بعد الغداء اللي هو الكوتد، امام سيوله في الدم يبقى بالتالي مش هكون جلطات، فبالتالي بحمي عضله القلب من تكوين الجلطات. ما بيعمل سيوله في الدم برضو جلطات اللي ممكن تاثر على الايه؟ على المخ، ان في حاجه اسمها ستروك معايا اللي هي جلطه. يعني هو ملوش اي سايد افكتس، بيفيد بس هيفيدك، ده الوقايه بالنسبه لك. واهم من النقطه، فاكره الالزهايمر معايا كان في ماده اسمها بيتا امايلويد، دي بيقلل من تكوينها. طب والله فبالتالي حبه الاسبرين يوميا معايا اللي هي 100 ملي جرام معايا يوميا، ده هتحميه من مشاكل كتير قوي، منها بتحمي عضله القلب، يعني سيوله في الدم. طيب احنا معانا صوره لحد استاذ هاني خس على رجيم البرنامج، يعني المدام بقى ولا مين ربنا يكرمه بياخد الرجيم. انا بقول لهم كانه هو بعت صوره مثلا حد تاني، يعني بعت صوره صاحبه. معقوله هو يعني هو حتى كمان الملامح شكلها اتغير او اتحول لشخص تاني؟ شخص تاني. استاذ هاني معانا على التليفون. الو، السلام عليكم. اهلا يا استاذ هاني، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ دعاء. انت اللي في الصوره الثانيه دي اكيد؟ طبعا انا الشغل، بس مش شايف الصوره، بس انا كنت بعت صوره انا واحد صاحبي. ايوه، وانا رفيع، والصوره حضرتك وانا تخين برضه. نزلوها تاني اهي. صوره كده انت لابس فيها تيشيرت ازرق. تمام. خاسس خالص كده ونضاره. ده انت؟ انا ده. انا ده. طب والله يعني شكلك اتغير فعلا خالص، يعني الواحد بيحس. طبعا الحمد لله والله. يعني مجهود كبير طبعا. عملت ايه؟ انت طبعاً ماشي على رجيم البرنامج قال؟ طبعا انا دخلت، لان اول عامه كان وزني 142 و800 جرام. طبعا تعبت برضه في موضوع الرجيمات ومش عارف اخس. دخلت على اليوتيوب دكتور ماجد، كلامه اقنعني صراحه.
كلامه يعني جاب معايا نتيجه فعلا، نتيجه بعلم فعلا يعني، حرمان بعلم زي ما بقول. لا التزام بعلم مش حرمان بعلم، التزام بعلم. طيب. طبعا الحمد لله والله. وبتاخد بقى الرجيم كل اسبوع من البرنامج ومين اللي بيعمله لك؟ بتطبخه زي ما هو ولا بتغير؟ لا والله انا حضرتك بص كلام يعني الدكتور ماجد كلامه انا ما نفذته. انا خسيت اول اسبوع 5 كيلو. ما شاء الله. اهم حاجه السناك من الاكل مثلا فطار 8 غدا 3 والعشاء الساعه 8 والصمت الفاكهه بعد الفطار بساعتين والتلات جزرات والخيارات، يعني دول اهم حاجه، التلات جزرات والخيارات دي اهم حاجه السناك. بقيت مواظب عليهم على طول اصلا انت كنت طبعا طبعا عندي طبعا عندي الحاجه والمدام برضو كان بيظبطوا لي الاكل معايا، اخد معايا افطاري وبعدين اروح الشغل. طب حلو قوي، لانه في ناس بتقول لك مش هينفع عشان انا برجع من الشغل متاخر وببقى راجع. لا انا كنت حضرتك كنت اخد معايا فطار معايا واخد معايا السناك واخد معايا الغدا ولو هتاخر في الشغل اخد معايا العشاء كمان. ياه. طبعا الحمد لله. وما كنتش بتجوع بقى خس. ولا لا ولا مثلا نفسك تهفك على ساندوتش من بره ولا لا 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 بص حضرتك يعني 142 كيلو يعني كان ضغط كان عالي. صحيح. ايوه ايه اللي اتحسن في صحتك؟ تعباني. والدنيا كانت تعبانه عندي جامد يعني الحمد لله، والحمد لله يعني الضغط اتظبط. نعم الضغط الحمد لله يعني بقالي سنه كده الحمد لله ما بكونش حبيت الضغط. ما شاء الله ربنا يكمل لك على خير. الحمد لله الحمد لله فضل. طب يعني انت وقفت كده سبت الفضل ربنا طبعا، ثم الدكتور ماجد ده مسميه الدكتور ماجد العالمي. الله يخليك والله الله يبعتبر ما شاء الله يعني كلامه مجامله ليا والله يا دكتور، جاب معايا نتيجه فعلا. والله. طيب قول لي بقى انت ناوي تثبت ولا هتكمل؟ لا انا بقالي سنه حضرتك كده، بقالي سنه مبطل. حلو قوي يعني. بسم الله ما شاء الله بسم الله. الف مبروك. بقالي سنه كده حضرتك، بقالي سنه وشهرين خاسس 62 كيلو. ما شاء الله وما رجعتش؟ لا الحمد لله حضرتك. انا خسيت انا خسيت 50 كيلو في 4 شهور. ما شاء الله. طيب وبتاكل بقى دلوقتي يعني دلوقتي بتاكل عادي ولا لسه ماشي على رجيم؟ لا والله باكل عادي، باكل عادي بس يعني برضو ايه الواحد لما ما بطلت رجيم حبيت اكل مثلا يعني ارجع زي الاول اكل بطني وجعتني. مش عارف مش عارف ارجع زي الاول الحمد لله يعني في فضل من ربنا يعني. طب الحمد لله خلاص المعده تأقلمت على الاكل ده، واكل جميل يعني حاجه وحاجه صحيه وما فيش لا عمليات ولا فتح بطن ولا طبعا نظام غذائي اتغير خالص حضرتك. والبركه طبعا ربنا طبعا ثم الدكتور ماجد والحاجه. طيب. والمدام عندي شكرا لحضرتك وشكرا يعني. للمدام والحاجه ان هم عملوا لك الاكل وحافظوا لك وادوا لك الحاجه مقفوله كده حلوه ومحطوطه كده في اكياس او في علب كده شكلها حلو تفتح النفس اكيد. ف يعني استمر على الرجيم فتره طويله. ليه تعليق كده؟ هي الفكره كلها يعني مش عارف اقول لك ايه، هي زي ما قلت لك قبل كده هو قفص من دهن انت محبوسه فيه. القفص ده خانقك فعلا. يعني عندك شويه اراده بس وشويه التزام وشويه استيعاب اللي احنا بنقوله، لو احنا ناجحين في تقديم المعلومه صح على نظام التغذيه اللي بنديه ناجح اللي الناس بتخس عليه بس مش اول حاله بس ما شاء الله وبيخسوا ارقام احنا بنفاجئ بيها 50 كيلو 60 كيلو مش 4 كيلو ولا 10 كيلو. ارقام يعني حاجه مذهله فعلا معايا طالما في عزيمه وفي اراده. وهي الفكره كلها اول يومين في الدايت بيبقى اصعب يومين، اول اسبوع يا ستي معايا بعد كده خلاص الامور بتستقر. صحيح. ولما بيجيب زي ما قال لك اول اسبوع مثلا جاب 4-5 كيلو ده بيشجعه انه يكمل. صحيح. وطالما بيخس بصحه من غير مضاعفات من خلال التعليمات الناجحه اللي بنديها هيكمل في هذه المسيره لحد ما يوصل، فربنا يوفق. طيب. الناس احنا هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع ومعانا الرجيم الاسبوعي اللي الناس بتخس عليه بال 50 وال 60 كيلو. يا رب ربنا يبارك. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. قبل ما نقول الرجيم ناخد اتصال عشان من المغرب ومعنا قبل الفاصل ام مريم. الو. ايوه اهلا يا مدام دعاء. اهلا الحمد لله على السلامه على رجوعك بخير. الله يسلمك يا رب. الله يخليكي متشكره قوي. الحمد لله انك رجعتي بخير وربنا شفاكي ويزيد في شفائك ان شاء الله ونشوفك متالقه
في البرنامج. الله يكرمك يا رب. متشكره يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخلي لك امك امك وزوجك واولادك ويطول عمرها ويطول عمر كل الامهات ان شاء الله. متشكره قوي، متشكره، مكلمانا من المغرب وقاعده كل ده في الفاصل عشان تقولي لي كده، متشكره قوي. لاننا نحبك كثيرا ونحب برامجك كثيرا قوي. الله يكرمك، متشكره، ربنا يكرمك. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الله يخليك يا رب. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. انا لي سؤال عند الدكتور. يا ريت تفضلي. تفضلي. امور حبيبتي، امور عيني. انا كان وزني يا دكتور 105 تمام، وطولي 176 تمام. نزلت على الرجيم وصلت ل 80. رجيم البرنامج ولا رجيم فقط ب لا لا رجيم عندك برنامج. رجيم البرنامج بتاعنا. رجيم البرنامج ما شاء الله. رجيم البرنامج ايوه. نزلتي قد ايه؟ 80 لحد 80 ما شاء الله. يعني 80 كيلو. من كام؟ من 105 يعني 25 كيلو. 25 كيلو. الله يرضى عنك. في وقت قد ايه يا مدام يا ام ماريا؟ تقريبا 6 أشهر 7 أشهر حاجه تفرق. حلو قوي، ماشيه براحتك خالص مع البرنامج. طب قولي لي ايه سؤالك؟ سؤالي الآن أريد أن أبقى في الثمانين. كنت أعمل رياضة المشي في الصباح الباكر. أي. المهم الآن أنا عندي حسي تقريبا مدة شهر ستكون معي وسأحرم من الرياضة صباحا. ماذا سأفعل لأبقى تمام على الثمانين؟ حلو قوي. تمام. متشكرة قوي على مكالمتك وميرسي على انك متابعانا وبتخسي كمان على البرنامج. شكرا ليك يا ام مريم. هتجاوب عليها ونقول طيب. هي الفكره كلها لو عايزه تحافظ على وزنها او تثبيت، انا عشان يبقى برده الكلام كلام ثابت عندي ثوابت، قلنا خسيتي 25 كيلو في 5 شهور وربنا يكرمك يا رب ويكرمنا بالخير اللي بنعمله، وبين عالميين دلوقتي حتى في الحمد لله. الحمد لله حبايبنا حبايبنا المغرب. التثبيت هو مرحله انتقاليه، قلنا من اكل الدايت لاكل الطبيعي، فالمفروض انا عايز ادي يوم لخبطه ورغم من دايت لمده يوم لخبطه يبقى فطار وغدا الاكل العادي بكميه معقوله، وانا فاهم برضو ما بتخس 25 او 30 كيلو حجم المعده ايه بيصغر يا دعاء. فالاكل العادي بس كميه بورشنز معقوله. فطار وغدا، العشاء بسيط، وراهم يومين دايت. يومين دايت ده لمده 3 أسابيع. يعني تمشي اكل عادي يومين. يوم لخبطه ويومين دايت زي كانك ماشي على الدايت تمام لمده ايه 3 أسابيع. ده مرحله انتقاليه من اكل الدايت لاكل الايه العادي. بعد 3 أسابيع معايا بناخد حاجه اسمها يوم ويوم. يوم لخبطه ويوم دايت بس. ده ممكن يمشي عليه من 3 ل6 شهور. من 3 شهور لست شهور. شهور اليوم اللي تلخبطي فيه اعملي بعديه ايه دايت زي ده بالظبط كده، كنوع من انواع المحافظه على الايه. طيب وهي لو ما مشيتش ما تتاثرش؟ والله الفكره كلها انا بالنسبه لي الرياضه، يعني انت لو يعني هو في ناس كتير بتخس على رجيمك أيوة من غير ما تعمل اي مجهود ولا رياضه. هي بسدي. لو في موضوع الرياضه ما فيش مشكله، الرياضه برده بتحسن الدوره الدمويه، بتشد العضلات، تمنع ترهل الجلد، بقولنا بتحسن المود، مفيش مشكله لو هي قادره على الرياضه. مش يعني قادره برضو التغذيه الشهر ده. الشهر ده لو عمل ازاي ما حضرتك اللي هو نقول تثبت اللي هو يوم لخبطه ويومين دايت. وممكن تفقد وزن على فكره في الشهر يعني ده ممكن 2-3 كيلو خلال الشهر ده. طيب جميل. بشكرك وبشكر كل اهالينا وحبايبنا في المغرب العربي على طول كذا مره يكلموني، متشكره قوي على كلامكم الحلو. طيب نبتدي الرجيم بقى. تابعوا معانا الرجيم. الفطار 3 معالق شوفان مع كوباية لبن خالي الدسم ومعلقة صغيرة عسل وثلاث حبيات بندق أو لوز أو 4 معالق فول مضاف إليه الليمون والكمون ونصف ثمر الطماطم مكعبات زائد نص رغيف بلدي أو نص شريحة توست سن زائد كوباية عصير برتقان فريش. أو إحنا في الشتاء هو البرتقان طلع جميل. بعد الفطار بساعتين ثمرة فاكهة تفاح أو كوباية عصير برتقان أو كوباية زبادي. بين الفطار والغداء 3 ثمرات خيار وثمرة جزر أو 3 قطع بروكلي وثمرة جزر. اليوم الأول الغداء فطائر السبانخ والجبنة ريكوتا، 3 ورقات جلاش ومعلقتين بصل مفروم وفص ثوم ومعلقة زيت زيتون وكوباية كوباية أوراق سبانخ و3 معالق لحمة متعصجة بدون دهون ومعلقة جبنة ريكوتا ورشة جوز الطيب زائد سلطه خضراء. حضرتك عامل في الرجيم ده متعمد تحط فيه كل المكونات اللي بتحسن الذاكره وتحسن الدوره الدمويه العشاء 3 معالق جبنه قريش زائد سلطه خضراء زائد كوبايه عصير
برتقال. احنا كده شربنا 3 كوبايات عصير برتقال. لا هو مش لازم بقى يعني مش لازم في اليوم في نفس اليوم الواحد نبدل مره في الفطار لا بخدها مش هاخدها مثلا بالليل او العكس يعني. تمام تمام. اليوم الثاني الغداء كبده الفراخ بدبس الرمان 100 جرام كبده فراخ ومعلقه زيت وفصين ثوم ومعلقه صغيره دبس الرمان ورشه فلفل ورشه بهارات معاهم بطاطسايه مشويه في الفرن زائد سلطه. العشاء علبه تونه متصفيه من الزيت زائد سلطه خضراء. اليوم الثالث الغداء سمك بصاص المستردة والعسل معلقه صغيره مستردة ومعلقه صغيره عسل وعصير نص ليمونه وشريحه سلمون 200 جرام زائد 5 معالق رز مسلوق زائد سلطه خضراء. العشاء بيضتين مسلوقين زائد سلطه خضراء. اليوم الرابع الغداء رز بالجزر جزره مبشوره ومعلقه زيت زيتون ومعلقتين عصير برتقان ورشه زنجبيل ورشه روزماري ورشه كركم و5 معالق رز بسمتي مسلوق ومعلقه صغيره زبيب زائد 100 جرام كفته مشويه زائد سلطه خضراء. العشاء كوبايه لبن خالي الدسم او كوبايه زبادي لايت مضاف اليهم معلقه كركم. اليوم الخامس الغدا مكرونه بالجمبري والصنوبر 2 فص ثوم ومعلقه زيت زيتون و200 جرام جمبري مقشر وربع كوبايه مشروم ومعلقتين كزبره خضراء ونص معلقه جبنه رومي و5 معالق مكرونه مسلوقه ومعلقه كبيره سنيبر محمص زائد سلطه خضراء. العشاء كوبايه زبادي مضاف اليه ثمر التفاح ورشه كركم او قرفه. اليوم السادس الغدا فراخ بالخضار والروز ماري ربع فرخة منزوعة الجلد ومعلقة زبادي وفص ثوم ومعلقتين مشروم وكوباية خضار مشكل ومعلقة كاتشب ومعلقة مايونيز دايت ورشة كركم ومعلقة صغيرة روز ماري زائد نص رغيف محمص. حضرتك حاطط الروز ماري في كل حاجة عشان انت قلت انه هو للذاكرة قوي برضه للذاكرة كويس. زائد سلطة خضراء. العشاء بيضتين مسلوقين زائد سلطة طماطم طماطم وملح وفلفل وليمون. اليوم السابع الغدا بروكلي بالسمسم كوباية بروكلي مسلوق على البخار ومعلقة زيت زيتون ومعلقة عصير ليمون ومعلقة صويا صوص وفص ثوم ورشة بابريكا و2 معلقة كاجو. فين السمسم؟ والسمسم طبعا ومعلقة سمسم زائد لحمة مشوية زائد 5 معالق رز زائد سلطة خضراء. والعشاء 3 معالق جبنة قريش زائد ثمرتين خيار وبعد الغدا بساعتين ثمرة فاكهة. اللي بعد الفطار بساعتين والغدا بساعتين يعني هو السناكس قلنا مهمة اللي بعد الفطار بساعتين ثمرة فاكهة والغدا بساعتين ثمرة فاكهة. تمام. طب معايا تليفون تاني من المغرب. ناخد هبة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الحمد لله على سلامتك. والله نورت الشاشة ما شاء الله عليك. فأنا أريد أن أهنئك هنيئا لك بحب الناس الكبير الذي رأيناه وسمعنا الناس تتكلم عليك بهذا الحجم الكبير. فهنيئا لك هنيئا كبيرا. وأقول لك والله تستاهل الخير كثير. والله هذا أقل ما يقال في حقك لهذا الغياب الذي أحسن به. واشتقنا كثيرا لرؤيتك والاستمتاع بالبرامج التي افتقدناها. والحمد لله على هذا الرجوع. فهنيئا لك بهذا الحب. فهذا يعني أنه حبا من الله سبحانه وتعالى. فمن أحبه الناس هذا يعني أن الله يحبه حبا كثيرا. فهنيئا لك مرة أخرى وما شاء الله عليك. الله فالحمد لله على هذا الحب. شكرا قوي والله على راسي. أريد أن أوجه سؤال للدكتور. ربنا يكرمك. جزا الله كل خير على هذه المعلومة القيمة التي يعطيها للناس. فجزاك الله كل خير. دكتور أنا عايز أسألك سؤال. أنا مريضة بمرض سكري من نوع ثاني. أيوة. وأعالجه بأقراص مدة سنوات 6 سنين. تمام. الآن لما سمعت على هذا الريجيم القيم الذي استمتع به الناس جزاك الله كل خير على هذه المعلومات أريد أن أستمع إلى ريجيم يمكن أن يخفض أخفض به مستوى السكر وأعيش بدون أقراص لكي أتجنب الأقراص. جميل. وأعيش فقط ريجيم ورياضة مثلا
لكي ماشي. استريح من هذه العقرة. شكرا لحضرتك. ايه هي الفكره كلها، يعني اللي عايز اكده للمدام ان وانس هتلتزم بالرجيم اللي احنا بنديه عامه معايا ده العادي ده، لا انا هو الفكره كلها هو رجيم السكر من نوع تاني نتيجه الوزن الزياده، الجسم البنكرياس برضه ستيل بيطلع انسولين غير السكر من النوع الاول ان ما فيش انسولين بيطلع من البنكرياس. السكر النوع التاني يا دعاء بيجي مع كبار السن مع الوزن الزياده، الناس اللي عندهم سنه بيبقى في اجهاد على غده البنكرياس نفسها. فممكن يكون الانسولين اللي بيطلع هو الطبيعي والمعدل الطبيعي بس الحجم الدهون الموجوده وتشبع الخلايا الدهنيه بكميه الدهون اللي فيها بيبقى في حاجه اسمها مقاومه للانسولين. وانس تلتزم بالبيضات اللي بديه بالسعرات اللي بديه، احنا بندي سعرات الى حد ما معتدله، هتلاقي مستوى السكر اوتوماتيك ابتدى يقل طالما بعيد بقى عن الحلويات والعصائر الزياده والكلام ده، في نظام تغذيه ناجح من الديفه السكر اوتوماتيك بيقل. فبالتالي ادويه اللي هتاخدها سواء كانت تنشط هرمون الانسولين او زي دواء ماده اسمها الميتروفورمين هتلاقيها بتظبط اوتوماتيك، لان زي ما قلنا يعني ان شاء الله زي الشاب اللي خس دوت اتظبط السكر ده كل الناس اللي بتمشي على الرجيم ده ان شاء الله السكر بتاعها هيتظبط. وانا المره الجايه ممكن اديها ناخد رجيم كاكزامبل لمرضى السكر. طيب ما في دواء الحلقه القادمه باذن الله عشنا وكلنا يبقى لمرضى السكر من النوع الثاني. تمام خلاص نعمل الرجيم مخصوص ليهم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه وحسن المشاركه، بشكركم شكرا جزيلا، مش هقدر اوفيكم يعني حقكم والله، شكرا عجز عن الكلام. نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. شكرا دكتور ماجد زكي، تسلمي. الحمد لله على سلامتك يا دعاء ونورتي البرنامج.